اهلا وسهلا بكل مشاهدي برنامج الطبيب، وهنبدا معاكم فقره جديده ومميزه جدا مع ضيفه فقرتنا المحبوبه جدا جدا. لما اتاخرت علينا شويه الناس بقى ابتدت تتصل بيا وتسالني هي فين دكتور هبه. دكتور هبه النهارده موجوده معانا وهتوصل لنا ايه الجديد في عالم الحقن المجهري. كنا قبل كده بنسمع ان في مشاكل كتيره قوي في تاخر الانجاب، ولكن بنيجي عند مشاكل معينه وبنقف، ولكن داخل مستشفى الولايات العربية المتحدة ومع الدكاترة المتميزين فيها ومع التقنيات الحديثة ومع كل حاجة داخل المستشفى واصلة لأعلى نسب نجاح، خلاص يعني الدنيا بقت ألطف بكتير، الدنيا بقت فيها نسب نجاح عالية جدا. في حالات كانت بتبقى غريبة جدا وبيبقوا خلاص يعني الموضوع وصل معهم ليأس، وصل معاهم بقى الموضوع خلاص لنجاح. خلينا النهارده نرحب بضيفه فقرتنا اللي انا دايما بسميها الدكتوره المقربه الى القلب ومحبوبه الى القلب، دكتوره هبه ناصف، اخصائي النساء والتوليد والحقن المجاري واطفال الانابيب بمستشفى الولايات العربيه المتحده. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، وحشتينا يا دكتور. الناس دايما بتسالني عليكي وخصوصا الامهات بقى. عايزين يعرفوا بقى ايه الجديد في يعني عمليات الحقن المجهري. احنا عرفنا ان كل شويه العلم بيتقدم، وصلنا لحد فين؟ طبعا هو الحقن المجهري من البدايه ان هو حل لي مشاكل كتير قوي في تاخر الانجاب. يعني قبل كده كنا بنقول الازواج اللي عندهم مشاكل في تحليل السائل المنوي، عندهم ضعف في العدد او الحركه، او الزوجات اللي هم عندهم مشاكل في ما ينفعش معاهم حمل طبيعي زي اللي عندها مثلا انسداد في الانابيب او مشاكل في التبويض او تكيسات على المبيض او التصاقات في الحوض، مشاكل كتير قوي حلها لي الحقن المجهري. حتى الازواج اللي هم ما عندهمش حيوانات منويه خالص في السائل المنوي دي كانت بتبقى برده من الحالات اللي ما ينفعش معاه. طبعا طبعا يقول لك خلاص يعني انت تفقد الامل. طبعا يعني قبل الحقن المجهري كان الزوج ده عقيم غير قادر على الانجاب، لكن دلوقتي طبعا مع وجود الحقن المجهري بنقدر ان احنا نعمل له عمليه استكشاف الحيوانات المنويه بالخصيه، وبناخد الحيوانات المنويه من داخل الخصيه وبنعمل اخصاب للبويضات تحت الميكروسكوب اللي هي التقنيه البسيطه بتاعه الحقن المجهري، ونكون اجنه ونزرع الاجنه دي في الرحم. طبعا يعني احنا في كل فتره بيبقى في تطور في عمليه الحقن المجهري. دلوقتي وصلنا لنسب نجاح عاليه جدا، يعني اول لما بدا الحقن المجهري كانت نسبه النجاح لا تتعدى 30%. دلوقتي طبعا مع تطور الوسائل دي ومع تطور الاجهزه اللي بنستخدمها وحضانات الاجنه واطفال الانابيب وتطور الوسائل اللي احنا بنستخدمها في عمليه الحقن المجهري، بدات نسبه النجاح ترتفع عندنا جدا، وصلت لحوالي 70 و80% عندنا في المستشفى. ده بفضل مجهودات كتير قوي دلوقتي بنتبعها واساليب كتير دلوقتي بنستخدمها في العمليه وابحاث كتير عملناها. ايه اللي رفع معانا نسبه النجاح في الفتره اللي فاتت دي؟ حاجات كتير قوي فعلا. مستشفى الولايات العربيه المتحده اسمها كل شويه يعني بيزيد نجاح، يعني بقيت معروف دلوقتي بصراحه. انا لما حد بيسمع انت مثلا عندك مشكله ايه، لا بسرعه على الولايات العربيه المتحده. حاجات كتير بتميز الاطباء اللي داخل المستشفى. ايه تاني يا دكتور غير الاطباء وان هم مثلا عندهم خبره كافيه؟ يعني في تقنيه حديثه، ايه اجهزه جديده؟ كل زي ما قلت لك كده يا ميري، كل حاجه في المستشفى بما فيها الاطباء، الاجهزه اللي بنستخدمها احدث اجهزه دلوقتي بنستخدمها في عمليات الحقن المجهري، احدث تقنيات بنستخدمها، الحضانات الاجنه، المعمل الاجنه، كل حاجه بنستخدمها دلوقتي، في حتى البروتوكولات نفسها بتاعه العلاج اللي بنقدمها او اللي بنستخدمها مع المرضى، قدرنا نتوصل انه يعني كل زوجين طبعا من البدايه بندرس حالتهم وبنشوف أنهي طريقة مناسبة في العلاج بتاعهم اللي توصلنا لنسب نجاح عالية. بالإضافة طبعا أن الحقن المجهري دلوقتي كمان فادني في حاجات كتير قوي. يعني كان في قبل كده حالات بنعملها حقن مجهري وبيتكرر الفشل معاها، او حالات مثلا بنعمل لها وبيحصل حمل وبيجي في اول الحمل في بدايه الحمل كده مثلا عند 42 او عند 6 اسابيع 7 اسابيع بنلاقي ان الحمل دوت مكمل بيحصل اجهاض متكرر كتير. فطبعا برضو عن طريق ان احنا بنقدر قبل ما نزرع الاجنه دي بنحللها وراثه ونشوف ايه المشاكل الوراثيه عند او المشاكل الموجوده في الجينات بتاعه الاجنه دي، بنقدر ان احنا دلوقتي نزرع الاجنه السليمه
ونتجنب مثلا وجود او زرع الاجنه اللي هي فيها تشوهات او مشاكل في الكروموزومات او كده. يعني حضرتك تقصدي ان كمان وصلتوا للتقنيات الحديثه عندكم الاجهزه اللي هي تقلل نسب الفشل؟ احنا بالزبط. عارفين ان دي طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وممكن حد يفشل معاها مره، ولكن في ناس بتفشل معاها بالست سبع مرات، فده بيقلل نسب الفشل. معنى ايه يا دكتور ان انا احلل العوامل الوراثيه؟ يعني ممكن فعلا لو انا ما حللتش ده يفشل معايا كم مره الحقن طبعا منها. احنا بتجيلنا حالات كتير قوي عملت، وغالبا بيكون ما عندهاش مشكله، يعني ده اللي بنسميه عقم غير معلوم الاسباب. بيبقى الزوج سليم والزوجه سليمه، بس بقى لهم مثلا 5 سنين 6 سنين و10 سنين ما حصلش حمل. دي الحالات دي لما بنيجي ندور ايه المشكله اللي فيها او نعمل لها حقن مجهري او كده، بنلاقي ان الزوجين سليمين تماما والحيوانات المنويه كويسه والبويضات كويسه وما حدش مكتشف ده بالظبط. ومع ذلك ما بيحصلش او عملت قبل كده بره كتير قوي، 5 مرات و6 مرات، وفي حالات بتوصل انها عملت 9 مرات و10 مرات كمان. أيوة فعلا. وبتيجي بفضل الله انها بتنجح عندنا من اول مره. في عوامل كتير قوي طبعا اتكلمنا عليها كتير قوي قبل كده، لكن يعني احنا بنقول ان معظم الحالات دي غالبا الجنين اللي ما بيثبتش او الجنين اللي هو بيحصل له اجهاض بدري قوي في اول اسابيع من الحمل، غالبا 75% من اسباب الاجنه اللي بيحصل لها فشل في الاول دي بتكون خلل في الجينات بتاعه الجنين او الكروموزومات بتاعه الجنين ودي نفسه. ودي اتحلت طبعا بالتقنيه الحديثه اللي بتعمل تحليل المشاكل. يعني احنا باختصار في الحقن المجهري احنا بنخصب البويضه بالحيوان المنوي تحت الميكروسكوب. حلو. وبيتكون عندنا جنين، احنا بنقدر نشوف بس الجنين ده جودته ايه، هل الجنين ده درجه اولى درجه ثانيه، عن طريق بنشوف الانقسام بتاعه الجنين نفسه في مشاكل او كده، لكن وبزرعه، لكن ما بقدرش ان انا اشوف الجنين ده فيه مشكله في الجينات او الكروموزومات بتاعته الا عن طريق التقنيه اللي احنا بنتكلم عنها الجديده دي، ان احنا بنخلي الجنين عندنا في الحضانه، وبعد 48 ساعه ممكن بناخد خليه من الجنين، الخليه دي بتبقى شايله كل الصفات الوراثيه بتاعه الجنين. لو فيها مشاكل في الكروموزومات، لو فيها بنعرف خلل في الجينات بتاعتها، بنبعت معمل وراثه يقول لنا، كنا قبل كده بنضطر عشان نعمل الحكايه دي بنبعت الاجنه دي خارج مصر وكده، لكن دلوقتي احنا كل الحاجات دي متوفره عندنا دلوقتي في المستشفى. يعني تقصدي حضرتك ان داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده هيبقى في الاجهزه دي، ان احنا كنا بنلجا ان احنا نخرج بره مصر عشان نطمن، وده طبعا اكيد هو اللي معلي نسب النجاح. ايه رايك يا دكتور نشوف تقرير طبعا من انجح التقارير داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده، ونرجع لكم مره ثانيه. الحالة هتكون معانا النهاردة هي متجوزة من أكتر من 12 سنة ولم يصيبها الدور في الإنجاب. لما قالوا لك ابتسام حامل، يعني الفرحة كانت في عينينا كلنا مش أنا بس. حاجة نعيمة، إيه إحساسك النهاردة بعد 12 سنة وما دام ابتسام فتحي؟ فرحة كبيرة. بركة في الدكتور، ربنا يخليها الدكتورة دي. في عينيك ليه يعني؟ الحمد لله فرحان ليه، فرحتها هي صعبانه عليا، كانت متاثره جامد، العمليه دي مأثره على نفسنا يعني. انتقلت الان الدكتوره هبه ناصف استشاري امراض النساء والتوليد وعضو الجمعيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه لاجراء عمليه القيصريه لمدام ابتسام فتحي. حاضر معنا او في الكادر معنا الدكتور محمد عزت اخصائي نساء والتوليد، يعاون الدكتوره هبه ناصف، وحاضر ايضا معنا من التمريض مياده، وحاضر معنا من التخدير الدكتور علي استشاري التخدير. ان شاء الله باذن الله طبعا بنقول ان احنا دايما ننتظر الدعاء، دعائكم جميعا باذن الله تعالى ان ربنا يكرم ان شاء الله مدام ابتسام ونطمئن عليها هي وطفلها باذن الله تعالى.
الآن إن شاء الله بإذن الله هي لحظة خروج الطفل بإذن الله تعالى، ربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله. وطبعا لحظة خروج الطفل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نحن في انتظار خروج الطفل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خرج الطفل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله في ثواني معدودة، لو احنا يعني بنحسب الوقت ما قطعناش الكادر، في ثواني معدودة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله خرج الطفل بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة جميلة. واستلمته الحضانة بسم الله ما شاء الله، صوته طلع اهو مع صرخة ألم أمي سحبت والنفس فيني، مع صرخة ألم أمي سحبت والنفس فيني، وشفت الدنيا في عيني تبارك لي وتهان الآن الدكتورة هبة ناصف استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وعضو الجمعية الأمريكية للتكسر البشري وعلم الجنة من جراحة القيصرية، وهنطمن بقى منها دلوقتي على السيدة ابتسام وعلى طفلها وعلى سير القيصرية. دكتورة هبة بداية برحب بحضرتك وبقول لك بالتوفيق وألف مبروك دايما. الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد، ألف مبروك لابتسام. ربنا يخليك. دكتورة هبة لاحظنا إن القيصرية ما خدتش معاكي ثواني معد، ما كملناش دقيقة. طبعا لأن إحنا خايفين على البيبي دوت قوي، يعني إحنا من أول التاسع وإحنا هي بتجيلي تقريبا كل ثلاث أيام، قلقانين عليه قوي. طبعا الحمد لله إن هو دلوقتي كويس قوي، حالته ممتازة، فطبعا طالما أخدت التخدير ببقى عايزه اخرجه في ثواني. ابتسام كويسه جدا وابنها كويس جدا، دلوقتي مع دكتور الحضانه بيجهزه ووراه لها وهيخرج معاها ان شاء الله النهارده على طول بعد ساعتين باذن الله تعالى. هي كده دخلت الاسبوع الثاني من الشهر التاسع بالظبط، 38 اسبوع، دخلت الاسبوع الثالث كمان، الاسبوع الثالث. ده معناه يا دكتوره ان المتابعه جيده من قبل الطبيب والمتابعه جيده من قبل المريض؟ طبعا ما كانش في اي مشكله ان احنا نخليها تتخلص الاسبوع ال40 كمان، بس احنا من قلقنا وخوفنا على البيبي دوت لان نعم. طبعا كلنا منتظرينه، فهم من قبلي كمان كانوا عايزين ان هم يعني ما يستنوش 12 سنة طبعا مستعجلة ابتسام. اي حاجة تحس بيها تيجي على طول. ورجعنا لكم مرة تانية وشفنا فرحة 12 سنة، 12 سنة في انتظار مولود، الأم مستنية تحس بلحظة الأمومة، الأب، الجدة، يعني احنا ما كملناش التقرير لأن للأسف وقت فقرتنا خلاص يعني، بس هيكون معنا في وقت تاني تقرير كله بالكامل. في جدة بقى بتعيط وبتشكرك وفرحة كلها. يا دكتور احكي لنا حالة ابتسام، إيه اللي أخرها 12 سنة؟ ابتسام كانت كويسه ما عندهاش مشاكل ولا هي ولا جوزها. عملت حقن مجهري قبل ما تجيلي حوالي 4 مرات بره وما حصلش حمل ولا مره، وعملت مناظير وطبعا عملت كل الفحوصات ما عندهاش اي مشكله. لما جات لي انا على طول قررت ان انا اعملها حقن مجهري، يعني ما استنيتش ان انا ادور ايه المشكله اللي عندها او عند الزوج او ادور. طب هي عملت قبل كده حقن مجهري؟ عملت 4 مرات بره. الحمد لله اول مره عملت معانا نجحت على طول من اول مره، ولها أجنة مجمدة دلوقتي والطفل ما شاء الله كويس جدا الحمد يعني لله. احنا زرعنا تلت يعني أجنة مجمدة يا دكتور يعني ان شاء الله يبقى في بيبي تاني يعملوا له حقن مرة تانية. بعد ما بتولد بتيجي بعدها ب6 شهور او سنة على حسب، يعني المشكلة وقتها ان كان سنها بس 40 سنة. فانا قلت لها نسبة النجاح ما زادش عن 10% في السن ده. فطبعا ما كانش قدامنا غير الاختيار دوت، فعملنا حقن مجهري والحمد لله نجح. دايما يا دكتور في نجاح وفي توفيق، ودايما يعني اسم حضرتك واسم كل الاطباء اللي داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده يكون دايما يعني مفرح ناس كتير قوي ومدخل ابتسامه في كل يعني كل بيت مصري وكل بيت عربي. انا عارفه ان الناس بتجي لكم من بره مصر كمان. بشكرك جدا يا دكتور. نشكر مع بعض دكتوره هبه ناصف اخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري واطفال الانابيب بمستشفى الولايات العربية المتحدة، وأنا كمان بشكركم. خليكم معنا فاصل ورجع لكم مرة تانية.